أرتيكن، طلع في شي هون؟ في حدا دخل على النظام. شو عم بيصير؟ عم نتعرض لهجمة، عنصر غريب دخل على السيرفر الرئيسي، عم يسحبوا البيانات اللي فيه. ايه وما توقفون؟ ما في اعمل شي من هون، اتصلوا بعاكف. راح اتصل. شامل عم يتصل لأنه شامل اللي حجز لنا المطعم. طبعاً طبعاً أنا مصدقتك. نعم شامل، طيب جاي لهنيك فوراً، ارجعي على المركز بسرعة. أي نورة غير هيك حذرت فرقنا من قصة الاغتيالات المحتملة ويلي من الممكن فريق أرمجيدون ينفذها، وحابب من حضراتكم بهي المرحلة تزيدوا التدابير اللازمة بأماكن تواجدكم. يا شايب، إذا خلصت هاي المادة من الجدول حابب أعرض مسألة تانية لباقي أعضاء المجلس. مثل ما بتعرفوا صار في تقارب جدي وصار واضح ما بين جارتنا إيران وبين الولايات المتحدة. إيران مشان تزيد نفوذها بالشرق الأوسط قدمت تنازلات مشان برنامجها النووي، وبهي الطريقة زادت من ساحة نفوذها بالمنطقة بشكل عام، وحابة تواجه الدول المحيطة وتوقف قدامها بشكل أقوى. ونحن بكل جهدنا مشان نمنع الصراع السني الشيعي بمنطقتنا عم نحاول نعمل المستحيل، وخاصة من خلال الزيارات المتبادلة اللي عملناها على دول المنطقة وصار في تطورات مهمة. اي نعم عاكف. تيمور في وضع طارئ، خبر الشايب فورا. بس هلا في اجتماع المجلس، ما فيني. في هجمة يا تيمور، لازم نلغي اجتماع المجلس فورا. بتفوتوا بتخبروا. لازم نطلع، لسه بدي شوية وقت كمان. في عنا الجانب الروسي بتوازنات المنطقة، مشان هيك قدرت تورجيها لأمريكا قوتها بالمنطقة، خاصة من خلال التحركات اللي عملتها بخصوص قرارات مجلس الأمن. فشلت كل القرارات المرتبطة بالمنطقة رغم أنف أمريكا. يعني نقاشنا رح يتعلق باستراتيجية روسيا وإسرائيل المستقبلية، وبخصوص إيران والسلطة الإقليمية بالعراق والمشاكل المتراكمة. فاتوا عن نظام تبعنا سيدي. قطع الكهرباء، الكل يسكر أنظمته، ونزلوا القواطع الرئيسية اللي موجودين فيها واطلعوا فورا.
السيرفر. شغل حرفي. ليلى بتعرفي شو؟ أنا ورهف في عنا مشروع جديد. لا عن جد؟ شو هو؟ بابا عمر رح يصير يحكي لنا قصص وأنا رح أكتبهن على الورق ورهف رح ترسم لنا ياهن وبعدها رح نألف كتاب، مو هيك يا روحي؟ وأنا ليش ما عندي خبر بهالموضوع؟ وأنا كمان ما كان عندي خبر يا بنتي، بس الحقيقة فكرة كتير حلوة. خلونا نبلش فوراً. خبريني أي قصة بتحبي نبلش فيها؟ حب كتير نبلش بقصة القفنت. هاي مو قفنت، قنفذ. ايه أنا ما غلطت، قفنت. شو صار يا بنتي؟ ما في شي يا ماما. أخذ لك صحنك؟ لا يا بنتي شكرا، خلص أنا باخده لحالي. عصبت مني شي؟ لا حبيبتي، شو عم تحكي؟ تاتي يا إلهي، إذا طلع واحد قدامك وقلك تتركي شغلك كله، هذا اللي عم تساويه، وخلينا نروح من هون، شو بتعملي؟ إذا كنت بحبه كتير ومتأكدة من إنه هو كمان كتير بحبني، ما بتردد وبمشي معه. طيب وأنت؟ لو كان من قديم كنت خفت، لأنه كان ممكن تنضر بسببي. وهلأ؟ هلأ تعبت من الشغل مع الدولة وقررت أترك هذا الشغل. طيب شو صار لحتى اتخذت هيك قرار؟
موت أخونا مراد علمدار ولا يعني في شي تاني؟ ما له علاقة بأي شي. هذا خاتم. يعني خاتم شو؟ عم تعرض علي شي شغلة؟ ايه صح. انت شو رأيك؟ يعني عم تطلب انه نتزوج؟ اكيد. هذا يلي حاولت اشرح لك اياه، هي اول عمليه مباشره لالهم، حتى الخساره يلي خسرناها ما بنعرفها. سيدي فايتين 12 دقيقه على نظامنا، ممكن يكونوا بهذا الوقت اكتشفوا اماكن اعضاء المجلس البقيانين وعرفوا كل المعلومات الخاصه فيهم. من هلا ورايح اجتماعاتنا الجايه صار لازم نعملها بالطرق القديمه، عمل التحضيرات اللازمه. سيدي اذا بهال 12 دقيقه قدروا ياخذوا معلومات اكثر من يلي متوقعينه بشوي، فعرفوا كل شي عنك. يعني الشايب تبعكم انكشف. شوية تانية رح نشوف كل المعلومات اللي أخذناها سيدي. نحن قدرنا نوصل لثمان نقاط بشبكة الاتصال. نشوف إذا في حدا بتعرفه يا عابد. تعرفه شي عابد؟ ما بعرفه. هاد بتعرفوا شي؟ هذا لازم يكون ميت.
واحد أشرف، واحد من أعضاء المجلس القدامى. متأكد إنه مات؟ أي متأكد. المقارنة مع التسجيلات الصوتية مطابقة 100%، متأكدين من إنه الصوت اللي بالاجتماع لهذا الشخص. حقق من هويته. عم يتحقق سيدي. إذا أشرف ما كان ميت، ممكن يكون عايش بهوية تانية يا عابد؟ ما بعرف، بس محتمل هذا الشيء. طيب، ممكن يكون حدا من عيلته؟ يعني ممكن يكون حدا من إخواته؟ ما عندي معلومات عن عيلته. عم يخطر ببالك شي تاني يا عابد؟ ممكن يكون شخص تاني وعاملين له عملية تجميل ناقلين وش أشرف عليه. يعني مثل مراد علمدار؟ في شي معلومة جديدة؟ أنا عم واجه جدار أمني تاني بالمعلومات وعم حاول أتجاوزه. رح تقدر تتجاوزه؟ بس أعطوني شوية وقت. طيب، شو مفكرين تعملوا بس توصلوا لكل المعلومات؟ وقت كنت تسأل علمدار سؤال ما له طعمة، شو كان يعمل يا عابد؟ سيدي، الأستاذ بانتظاركم. ماشي آرثر، أنت كمل. كل معلومة جديدة بتوصلوا لها تبعت لي إياها بنفس اللحظة. حاضر سيدي. ممنوع حدا ينزل لتحت. مثل ما بتأمر سيدي. فريق الإنترنت بالكاجتي عم يحاولوا يعرفوا قديش قدروا ياخدوا كميات معلومات من نظامنا. عابد، عابد معلم، بتحب نوصل لعند عابد؟ إذا كان عن جد هو مانو خاين أكيد في ساعدنا. عابد إذا عرف إني عايش أكيد رح يتصل فينا. ما في غير مراد لحتى ناخد منه معلومات اتصل فيه. خليه يعرف كل أماكن البارونية يلي بيعرفن. إذا حاولوا الحراس يخطوا أي خطوة اتجاهنا رح نرد عليهم بلحظتها. بكل خطوة بيعملوها ضدنا في بارون. سيدي، خلال هاي الفترة ومشان سلامتك، التزامك بالتواجد بالمخبأ رح يكون أفضل لإلنا كلنا. ما عاد في عندي أي شيء أخسره. المهم لا تخليني أشوف عيلتي عم تختفي هالمرة يا عاكف. قديش الوضع سيء؟ لفينا ورجعنا على النقطة اللي بلشنا منها. رأيكم يعني معقول يكون واحد من هدول اثنين اللي عم تحكولي عنهم هو الشايب؟
نحن عملنا دراستنا ومن خلال النظر على أماكن تواجد العضوين وماضيهم ممكن نحسم إنهم مش شايب يا سيدي. طيب وشو مشان غيرهم؟ فريقنا عم يشتغل سيدي ولسه كل الملفات ما انفكت معنا، بس بعد فترة مو طويلة نحن ممكن نوصل على الشايب. اللي حققتوه لحد هلأ نجاح كتير كبير وعظيم، بهنيك يا ريتشارد. طيب سيدي شو هو قراركم بخصوص أعضاء مجلس الختيارية اللي قدرنا نكشف هوياتهم ونحدد أماكن تواجدهم؟ ممكن تقولولنا كيف بتريدوا منا نتحرك؟ المسألة مو بس أعضاء المجلس أو الشايب، المطلوب هو حل جميع أنظمتهم وتدميرها. المعلومات اللي توصلنا لها من خلال التحقيق اللي عملناه مع أحد أعضاء المجلس، كنا قراب كتير من كشف مجلس الختيارية، بس يلي صار معنا اكتشفوا الاختراق ونتيجة هالشي قرروا يدمروا حالهم، وعملوا هالشي مشان ما تنكشف أنظمتهم لإلنا ونقوم نحن بتدميرها، وبهي الحالة ممكن يدمروا حالهم. ريتشارد، في إمكانية نتوصل لكل أعضاء المجلس؟ عم نحاول هالشي سيدي. إذا ما قدرتوا تكشفوا كل الأعضاء بوقت قصير قبل ما يجددوا نفسهم، اقضوا عليهم. أمرك سيدي. قبل ما أنسى رونالد، إذا كنتوا رح تعملوا عمليات فلا تضل الشغلة استعراض عضلاته بس، ما تنسى مكتسباتنا المادية كمان. فهمت عليك سيدي، رح أتصل بالأماكن اللازمة وأتصرف. رونالد، بدي إياك تشتغل هالشغلة بالتنسيق مع ريتشارد. مثل ما بتأمروا سيدي. أنا خبرت جلالته إنه قراره بإرسالك لهون كان فعلاً قرار مهم وصحيح. إيه طبعاً، توظيف المناسب بالمكان المناسب من أفضل مهارات صاحب الجلالة. عبد الحي، سألتك سؤال، بدك تجاوبني شي ولا ما بدك تجاوبني؟ الواضح بالنسبة لإلي إنك حتى أنت مو عارفان السبب. أنا كنت مختار من زمان، كنت مختار حياة معينة، وما كان في مكان بهاي الحياة لزوجي ولا في وقت. لو كنت مقدم لك هذا العرض من قبل وأنت قبلتي فيه كان حيصير ظلم عليك. طيب شو اللي تغير؟ أنا اللي تغيرت، تخليت عن كل شي كنت مآمن فيه من زمان، وهلأ ما عاد بقدر أعيش حياة ماني مآمن فيها. أنا هلأ طالب حياة جديدة وحابب تكوني أنت جوات هاي الحياة كمان. يمكن ما بتعرف قديشني حابة صدقك. أنا دائما كنت صادق معك، وهلأ أنا صادق، بس طبعا القرار إليك. لسه كتير بكير منشان أخذ قرار. ما في داعي لكمل، أنا كنت مفكر غير هيك. حط حالك محلي، دخلت فجأة بحياتي وعم بتقول كل شي تغير وحابب تأسس حياة جديدة وتنسى الماضي. مزبوط، بس أنا هيك قررت وأنا حابب أشوف هالشي بعيوني. بترجاك تعطيني شوية وقت. قول اللي بدك تقوله واطلع.
لازم نعرف أماكن تواجد البارونية. بدي إياك تحاول تتواصل معهم وتحدد أسماء قد ما فيك وتكشف مواقعهم. أنا ما بتحرك بكلمة منك. ما معنى وقت نضيعه بالحكي؟ الختيارية تحت تهديد كبير، إذا ما تحركنا بينتهي كل شيء. إذا الوضع كل هالقد جدي، ليش ما حكي معي الأستاذ؟ سيدي مراد حابب يحكي مع الأستاذ. ايه مراد؟ سيدي شو هي حقيقة الموضوع؟ ممكن أعرف؟ مجلس الختيارية بخطر، بدنا منك تحاول تجيب لنا معلومات عن البارونية. رح نستخدم البارونية ورقة مشان نضمن سلامة أعضاء مجلس الختيارية. سيدي، وإذا انكشف إنكم وصلتوا على البارونية من خلالي، لا وجودي ولا عمليتكم بيبقى عاد إلها أي معنى. بهاللحظة هذا مخرجنا الوحيد يا مراد، عمل المطلوب منك، لهيك أنت هونيك. بأمرك سيدي. أنت على تواصل مع كم بارون؟ خارج الاجتماعات الطارئة ما في نوصل إلا على البارون الروسي. بدي إياك تتصل فيه فورا. فورا. رح يعمل اللازم. تصرف عبد الحي بهذا الوقت الحرج مو محله أبدا. موضوع عبد الحي تسكر بالنسبة لي. أنا حابب سكر هاي الأزمة بكارة. خلص خلص هيك. خلص تركب حالي. بعد عني ها. ايه خلص تركب. ايه بعد عني. خلص بقى. افتح تمك. هذا افتح تمك. هذا عم اقول لك افتح تمك. خلاص هدي على مهلك. سوي سوي رعيت له رعيت له كرات عادي. ادخل. خير تيمور؟ شو في؟ الست الوالدة نقلوها على المشفى. خير؟ ليش نقلوها؟ بصراحة مرتفع ضغطها ومغمى عليها، بس هلأ وضعها أحسن، رح يخلوها الليلة تحت المراقبة. بالمستشفى تبعنا؟ ايه نعم معلم. كيف أمن المستشفى؟ عملنا إجراءات إضافية. طيب ما في داعي تقلق. حالة إغماء الست نازك ما إلها علاقة بمرضها أبداً. بس وقت اللي إجت كان ضغطها كتير مرتفع، ونحن عملنا اللي لازم نعمله. في عنا لسه شوية تحاليل، لهيك حتنام الليلة هون بالمشفى. عفواً دكتور، في شيء ممكن نعمله نقدر نساعد فيه الست نازك؟ بإمكانكم تعملوا بعض الشغلات يلي ممكن من خلالها نبطئ سير المرض. مثلاً فيكم تحلوا كلمات متقاطعة، وبغض النظر عن هالشي هيك نوع من المرضى،
بيتذكروا ماضيهم بشكل واضح أكثر. ممكن إذا سألتوها أسئلة عن الماضي تبعها تقدر تتذكر ويرفع هالشي من معنوياتها. بس أحسن شي منشان تساعدوا الست نازك وهي بهالحالة تحطوها بعيادة خاصة لفترة. بعرف يا دكتور إنه في مثل هيك عيادات لهالمرض، بس أنا برأيي ما رح يكون هالشي منيح مشان نفسية الست نازك. بوافقك بهالنقطة، بس بعد فترة احتمال كبير إنه يخرج الوضع عن سيطرتكم، يعني حيصير في ضياع وأزمات عصبية وحوادث. على كل إن هذا خياركم، بس بتمنى تعيد النظر بالموضوع. ليلى، امتى رح نشوفها للتيتا؟ بس يطلع بابا عمر من عند الدكتور رح نروح لعندك كلياتنا. جدو؟ ها؟ امتى فينا نشوفها للتيتا؟ ستك نايمة يا بنتي، بس تفيه منروح لعندها. تعالي حبيبتي، بابا انت منيح؟ الحمد لله يا بنتي، عليها العافية. إذا في شي بقدر أعمله. تسلمي يا بنتي، بكفي وجودك معنا. تأخر الوقت كتير، إذا بدكم فيني أخذ رهف تجي تنام عندي. شو رأيك رهف؟ خلي تيتا ترتاح وبكرة أنا وياك الصبح منجي منشوفها. لا، ما رح روح على مطرح قبل ما أشوف التيتا. معليش حبيبتي، هلأ روحي مع عندك صفية، بكرة رح نطلع كلنا على البيت. رهف، اليوم بتنامي عندي وبكرة منرجع لعن تيتا على البيت، بيمشي الحال؟ لا خالتو، أنا ما رح روح. حبيبتي رهف، هيك جدو رح يزعل منك؟ قال لك بكرة تيتا رح ترجع على البيت. معناتها تعالي أنت معنا. معقول اترك جدو وتيتا لوحده؟ ايه طيب، معناتها منشوفهم بكرة. بنتي تأخر الوقت، حاجتك، روحي ارتاحي. بابا أنا رح ضل معكم. ما إله لزوم يا بنتي. بابا أنت بتعرف إنه ما عندي شغل بكرة، بدل ما يضل مشغول بالي عندكم بضل هون جنبكم. بعدين صفية حتاخد رهف. طيب خير، تسلموا لي يا رب. إذا ما عندك شي بكرة يا ترى فينا نلتقي؟ إيه بشرط هالمرة ما بدنا نقعد بجنب البحر. أنا اللي رح قرر لوين بدنا نروح وشو بدنا نساوي. لا تطلع فيني هيك، بدي منك توعدني. تكرمي. معناها اتفقنا، بكرة بشوفك. طيب عبد الحي، افترض انه انا ميت، انت شو بدك تعمل هلا؟ رح اعيش حياتي، بس ما رح اعيشها بالماضي. مبسوط اني شايفك منيح. صار لنا زمان ما شفنا بعض. ما عم تفكر تجي على تركيا بهاي الفترة؟ الحقيقة عم فكر اجي عن قريب، وسمعت انه المحقق ريتشارد كين موجود هلأ بتركيا. صح، من جديد تعرفت عليه، رح نشتغل سوا منشان المجلس الجديد يلي رح نأسسه. بفترة اشتغلنا سوا مع ريتشارد وقدر يعمل شغلات منيحة بأفغانستان. سبب اتصالي معك، بعد إيغور تعطل شغل الطاقة بيناتنا. كان حاكي لي عن شخص يمشي الأمور. ولسه ما اجتمعت معه، في شي مشكلة؟ لا كل شي ماشي. ريسكون رح يكون قريب عندكم بتركيا. إذا ما في شي مانعني بكرة جاي على موسكو، عندي شوية لقاءات. قلت لحالي بشوفك بهي الحجة. للأسف أنا بكرة لازم كون بصربيا، وقربت خلص المسألة اللي حكيت لك عنها.
عم تحكي عن شغلة منجم الذهب؟ لسه لهلا ما خلصت منه؟ حظي إجا مع ألباني تنح، للأسف اضطريت شارك ألباني تاني لطري الأمور شوي. خليني من هلا بارك لك، بس ترجع على موسكو خبرني مشان نلتقي. بأمرك صديقي. رايح على متروفيتشا. مناجم ذهب البلقان اللي ما عم يقدروا يتقاسموها. سيدي، نحن قدرنا نوصل لكل المعلومات بخصوص العضوين. سامي هو الأخ التوأم للعضو السابق المعروف باسم أشرف. شو أوضاع الملفات الثانية؟ لسه ما في أي تطور سيدي. معناها رح نقرر وما في داعي للانتظار. جهزوا حالكم مشان عضو المجلس الأذربيجاني. سيدي شو رح نعمل مشان العضو الثاني؟ ملف العضو الثاني سلمني إياه لألي. قدرنا نوصل للبارون الروسي سيدي. وينه هو؟ وقت حكى مع مراد قال له رايح على متروفيتش. بكرة رح يكون هنيك مشان اجتماع بخص مناجم الذهب ويوقع اتفاقية. عاكف، المهم يعرفوا أنه العملية تمت من قبلنا رداً على عمليتهم. الرسالة لازم توصلهم بوضوح. متروفيتش 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 متروفيتش. تعرفوا للمعلم بسيم؟ سبق وشفته كم مرة للمعلم بسيم، بس ما بعرف إذا ممكن يتذكرني. ابنه راسم بعرفه منيح. بتروح لعنده وبتوصل له سلام الكبارية، رح يكون معه في أمانة، وهالأمانة رح تفيدنا كتير. العملية تبعنا بتنفذها معه.